صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، وصلنا عند إيه؟ طيب يا ريت تقرا الابيات من اولها كده عشان نفتكر القديم، عشان تحاول نحفظها كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلوم شيخنا في الدارين امين. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرض الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه بالحق محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الانتصار ملتزم. وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هددتها، والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. فكل من كلف شرعا وجبا عليه ان يعرف ما قد وجبا لله والجائز والممتنعا، ومثل ذا لرسله فاستمعا. اذ كل من قلد بالتوحيد ايمانه لم يخل من ترديد، ففيه بعض القوم يحكي الخلفا وبعضهم حقق فيه الكشفا. فقال ان يجزل بقول الغير كفى والا لن يزل في الطير. فقال إن يجزم بقول الغير يعني من حقق القول في إيمان المقلد، هل هو كاف، هل هو صحيح يعني بالنظر إلى إيه أحكام الآخرة وفيما عند الله، أم هو غير كاف. فهنا ظهر إيه ما حققه الإمام السبكي التاج السبكي رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقال إن يجزم بقول الغير، بقول يعني الغير يعني مقلدة، من يقوم بتقليده. والتقليد ليس معناه في الأقوال، إنما في الأقوال وفي الأفعال وأيضا في التقريرات. فقال إن يجزم بقول الغير يعني بمعتقد الغير، سواء كان قول أو فعل أو أو تقرير. كفى وإلا لم يزل في الضيق. ليه عبر بالقول والمراد يعني كل ما يتعلق بالعقائد من أقوال وأفعال إلى آخره؟ لأن القول ده علامة، زي ما جعل النطق بالشهادتين علامة على الإيمان وهو أمر باطن، لأن مسألة الاعتقاد حقيقتها فين؟ في القلب، فلا يطلع عليها، لكن جعل اللسان دليلا او علامه على ما في القلب. فلاجل هذا عبر بالقول، فقال ان يجزم بقول الغير والا كفى والا لم يزل في الضير، اي في ضرر الشك. وقلنا هذا الضير او هذا الضرر اللي هو مترقب او يخشى من حصوله، يعني كأنه إيمانه قابل بالقوة، وليس معنى هذا أن إيمانه أو جزمه فيه خلل أو فيه شك فعلا، لأنه لو كان كذلك لا يختلف في كفره. فالاختلاف هنا في صحة إيمان المقلد وعدمها في المقلد الجازم، أما الشاك أو المتردد فهو كافر إجماعا. يبقى ايه معنى الشك؟ الشك اللي هو ممكن يحصل، لما اللي هو قبول الشك يعني، وليس حصول الشك بالفعل. وقد يسأل البعض يقول يعني هو المؤمن عن دليل او معتقد عن دليل، يعني هو اللي هو غير مقلد، الا يقبل ايمانه بالشك ايضا؟ يقبل، يقبل صح،
هناك في القبول القريب وفي القبول هو ممكن الإمكاني, ده اسمه القبول الإمكاني, يعني ممكن يكون من الراسخين في العالم غير معصوم, يبقى معناه لا تؤمن عليه الفتنة. ولذلك كان كده يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: اقتدوا بمن قد مات, أما الحي ده لا تؤمن عليه الفتنة مهما كان. بس طبعا في العادة هذا نادر, لكن هو ممكن عقلا ولا ممكن؟ ممكن عقلا غير ممكن, لا ندري. إذا عشان كده اللي هو قبوله بعيد أو نادر أو متعسر أو يعني صعب أصبح في حي ليه كأنه غير, كأنه لا يقبل يعني. أما هذا أقل شك كده تزحزح أقل شبهة. فعشان كده إيه الكلام فين في هذا, أي في ضرر الشك. فتحصل أن الحق الذي عليه جميع أهل السنة هذا هو الحق الذي لا يلتفت إلى ما عدا, أن إيمان المقلد صحيح. صحيح ليه؟ لأنه إيمان ولا مش إيمان, تصديق ولا مش تصديق, جزم ولا مش جزم, صحيح ولا غير صحيح, صحيح خلاص. لو اشترفنا كده المهم يكون مؤمن, سواء كان إيمانه عن نظر أو عن دليل أو عن تقليد, المهم يكون مقلد حق مش مقلد باطل. واضح؟ لكن ده مش هو الإيمان المطلوب شرعا, فاعلم أنه إيه لا إله إلا الله اللي هو مبني على المعرفة, ده الإيمان الكامل يعني كمال الإيمان كده. إنما هذا يسمى إيمان, لأن ليه يسمى إيمان؟ هو في الحقيقة الإيمان معناه تصديق يعني علم كده يعني, في تصور في توضيح إدراك النسبة. نعم. وده ما يجيش في الجهل إلا إذا كان عكس غير مطابق للواقع. نعم. ليه؟ لأنه في حاجة اسمه مقلد, في حاجة اسمها مقلد. نعم. فالمقلد ده مش هيكون زيه, هيكون عالم أو حيكون عند مقلده دليل أو عنده علم, فصار للمقلد حكم المقلد. يعني كأنه إيه عنده دليل بواسطة بس مش عنده هو, ده عنده شيخه. نعم. عنده إيه المقلد. ما يجي واحد يقول له ما اسألنيش, أنا أسأل رجل, أنا ماشي الرجل, هو أسأل. زي ما أنا ماشي في سيارة وبعد واحد يقول لي طريق في الإيمان ولا يمين, أنا مقلد, أنا أسأل بقى اللي سواء هيقول لك إحنا راح نمشي ما راح نمشي, لكن أنا ماشي معاه ثقة تمشي, فيبقى له إيه حكم مقلده. يبقى هو في الأصل فيه دليل بس مش عنده, عند الإيه مقلد الراجل اللي هو ماشي وراه. لأجل هذا صار إيه إيمان, إنه في الحقيقة ما ينفعش مقلد يقلد مقلد. جيش ده لما جيش واحد مقلد وقلد مقلد إلا مش هينفع. يبقى هو المقلد له حكم مين؟ حكم المقلد. فلأجل هذا قلنا إن إيمانه إيه صحيح, لأنه المسألة زي اللي بيصلي المأموم تابع لمين؟ تابع لإمامه, ومن صح صلاته لنفسه صحت لغيره. فإذا كان إيماني أنا صحيح فإذن البيت قلدني صحيح, وإلا حيلزم لو كان إيمانه هو غير صحيح. طب ليه قلنا كده إيمانه غير صحيح؟ حيلزم من كده إنه المقلد نفسه إيمانه باطل, كده مش هتنفع المسألة. لذلك حكم إيه؟ في مثابة تابع وإيه؟ ومتبوع, إمام وإيه؟ ومأمون. إذا الحق الذي عليه أهل السنة لم ينسب حقيقة القول بالكفر المقلد إلا لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة, وما عداه المنسوب لأهل السنة فأقوال كلها إيه يعني المحصل راجعوا عليها أو مثلا كان عندهم إلى آخره. سواء يعني كون يكون عاصي بترك النظر إن كان فيه أهلية أو ما فيش عصيان مطلق أو في عصيان مطلق, كل ده إيه مما خرج من دائرة إيه الكفر أو من دائرة عدم إيه الإيمان. لأنه كونه عاصي إذا المعصية دي لا يمكن تكون لترك أصل, إنما هي لترك فرع اللي هو إيه وجوب النظر. إذا معناها من ترك الواجب فهو آثم أو فهو عاصي, ده مسألتان مهم داخل في إيه
في زمرة المؤمنين، والحال أن اعتقاده جازم بحيث لا يرجع برجوع مقلده. أهذا إيه كلام الشيخ السبكي؟ إن يجزم، فقال إن يجزم بقول الغير كفى، يعني صار هذا كافيا في العقائد عند أهل السنة الأشعري وغيره، سواء كان في إجراء الأحكام الدنيوية يناكح ويؤم الناس، وإذا مات صلى عليه ويدفن في مقابر، وإذا ذبح تؤكل ذبيحته، وفي الآخرة لا يعاقب أو لا يعذب عذاب الكفر ولا يخلد في النار. بمعنى كده كافي سواء في الدنيا وكاف أيضا في الآخرة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام، بيقول أسرفت طائفة بتكفير عموم المسلمين، وزعموا اللي هم طائفة، وزعموا أنه من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر، زي ما كان واحد يزعم زمان عند الدعاء اللي فيه لحم ده، يعني اللي يلحم في الخطأ في اللغة العربية، يعني يدعو دعاء يعني ينصب لفظ الجلالة هو مرفوع أو مثلا يجر أو كده، فقال إن الدعاء الملحون ده غير مقبول. قلت له يعني كده إذا مش هيقبل غير دعاء سيبويه أو دعاء ابن مالك، يعني فلا يعني لا يعني يسموا إذا تزمت أو تنطبع. إذا كان العجم اللي هم مش عرب بيدعوا بلغاتهم وما فيش لا إعراب ولا كذا مقبول دعاء، ما يقبلش. فقال كذا إذا أسرف الطائفة إسراف بتكفير عموم المسلمين، خد بالك ها، خد بالك من العبارة، أسرف الطائفة بتكفير عموم ولم يقل عوام، عموم الايه المسلمين، سواء كان من العامة او من الخاص، المهم ما عندوش ادلة، لانه ممكن يكون مش من العوام من الخاص لكن لا يعرف الادلة التي حررها علماء الكلام، عشان كده قال بتكفير عموم المسلمين ولم يقل عوام المسلمين. عموم المسلمين يعني معناها كل طوائف المسلمين ما عدا طائفة المتكلمين، بخلاف لو قال عوام يبقى معناها اخرج الخاص. أسرفت طائفة بتكفير عموم المسلمين، وزعموا أنه من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر، فضيقوا رحمة الله الواسعة، زي الرجل الأعرابي اللي جاء يدعو وضيق رحمة الله وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا. فهؤلاء قال اللهم نجينا من عذابك واقبل منا عقيدتنا ولا تقبلها من غيرنا. من قال عز بن عبد السلام إمام عظيم قال إنما لم يتردد الشرع أو الشارع في تكفير الحلولية والاتحادية، الذين قالوا بالحلول والاتحاد أن الله تعالى يحل في الأشخاص أو في الأرواح، كفار دول اللي قالوا بالحلول والاتحاد. وأما المشبهة والمجسمة فلم يحكم الشرع بكفرهم لغلبة التجسيم على عقول الخلق، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق عقله، هو مش مستوعب مش فاهم غير كده، لو قلت له غير كده حيؤدي هذا إلى أنه حينكر الإله بالجملة والتفصيل، حينكر الصانع. فارحموا الناس، خاطب الناس على قدر عقوله. قال الشرع ما حكمش بكفر المشبهة ولا المجسم لغلبة التجسيم على عقول الخلق، فهم لا يتصورون موجودا في غير جهة ولا في غير مكان، يعني ما يقول له موجود ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، يقول لك ده عدم ما فيش حاجة. أقول لك واحد موجود أمامك بس هو مش أمامك ومش خلفك ومش فوقك ومش تحتك، ما فيش، هيؤدي هذا إلى الإنكار.
هو ده كلام إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة. فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة ما تدعيش يعني أنت ملكية الحق وحدك في البلد، اوعى تدعي، فما من طائفة مهما أسرفت إلا وعندها شيء من الحق، فما حدش يملك الحقيقة كاملة فيها ممكن، وإلا ما كانش إيه ثلثت وتفرقت الإيه الأمة وعند هؤلاء ما ليس عند غيرهم، كل واحد عنده إيه شيء من الحق لكن بنى عليه، فمش حد يملك إيه الحق كده كامل غير يكون معصوم مثلا، إن كل واحد له إيه فهمه وله خطأه وله إيه صوابه، فالحق فيه إيه في إجماع الأمة لا في آراء الناس، المسائل الإجماعية ده خلاص ما فيش لما حد يعني مثلا المسائل اللي اتفقت عليها الفرق كلها هي ده الحق، انما اللي اختلفوا فيها ما تقدرش تقول ده على حق والثاني على باطل. الاخرى في هذا كلام ابي حامد الغزالي فيصل التفرقه في ايه في الفرق بين الاسلام والزندقه، يعني مثلا قال لماذا يكون لما يجي في خلاف بين المعتزلة وبين الأشعر في موضوع الرؤية، فمثلا لو حكم المعتزلي بكفر الأشعري، لو حكم الأشعري بكفر المعتزلي لأنه أنكر رؤية الله، مش كده؟ فلماذا لا يكون كنت نقولنا الأشعري هو اللي حكم بكفر المعتزلة عشان أنكر رؤية، فلماذا لا يكون الأشعري هو اللي كافر عشان أثبت الرؤية اللي نفاها المعتزلي؟ ما هو ليس قول هذا بأولى بالقبول من الاثنين إيه متساويين، ده مجتهد وده إيه مجتهد، وده ليه دليل وده ليه إيه دليل. قال فمن نزل قوله، ما هيقول كده أنا بكفره أنا من أتباع الأشعر فأنا بكفر المعتزل عشان خالف قول إمام اللي هو الأشعر، يبقى معنى كده أنا أنزلت قول إمامي منزلة أقوال المعصوم الذي لا يتم الإيمان إلا بتصديقه ولا يلزم الكفر إلا بتكذيبه، ده معناها كده نزلت كلام الشيخ كلام مقام مين؟ مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم يكون في اعتدال، يعني ممكن ننسبهم إلى الخطأ مثلا إلى المخالف لكن لا ننسبهم إلى الإيه؟ إلى الكفر. معنى كده نزلنا قول الإمام مكان قول مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. وجعلوا الجنة مختصة بجماعة يسيرة من المتكلمين. طيب وأما اقرأ كده. وأما من عنده شك أو وهم أو تردد فهو كافر إجماعا. يعني عاوز أقول لك هذا الاختلاف في إيه؟ في المقلد الجازم اللي هو لو رجع مقلده لا يرجع هو، أما اللي عنده شك أو عنده وهم أو تردد فهو كافر إجماعا، يعني بالإجماع. ليه؟ لأنه الإيمان لازم يكون جزما، والجزم لا يجامعه التردد أو الشك، لم يجتمعوش جازم متردد في أن واحد، لا إذا كان متردد فليس بجازم، إذا كان جازما فليس بمتردد، لم يجتمعوش. ما معنى كلمة الرسول في الحديث هذا صريح الإيمان الهواجس؟ لا الخواطر دي النفسية اللي هي يعني لا نزغ الشيطان، بل إنه الشيطان لما يوسوس يعني كأنه عاوز يشككك أو عاوز يثير عندك، فهذا دليل على إنك أنت مؤمن، لأنه لو أصلا أنت غير مؤمن الشيطان يروح يوسوس واحد في الخمارة أو واحد كافر، فمعناها إذا وسوس عندك يعني معناها عندك قضية حق وعاوز يضيعها منك، فده دليل على إنك أنت ده محض الإيمان وإن ما كان جاء عندك أصلا، يعني مثلا ايه يخليك مثلا انت ايه قبل الفجر يوقع لك النوم عشان يضيع منك صلاة الصبح، التاني اللي عارفه مش هيصلي ده يسيبه سهران ينوم ليلة فيخليه صاحي كده ومبسوط واخر لحد تطلع الشمس، مش مشكلة عندي. فاذا هو يجي لمين؟ فالوسوسة دي لما حديث ابي هريرة عندما جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. يعني الواحد يلقى في نفسه كده حاجات كثير أحيانا كده خواطر كأنه بتشكل يقول يا شيخ سيبكم كلام الكلام ده كلام فاضي مثلا يعني كلامه يعني هذا يستطيع بس بيحاول يطر كده وفيما هو أعظم من ذلك ما يتعلق بذات الله. شوف كده ما إيه ما يتعاظم أحدنا قال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك إيه صريح الإيمان إيه هو اللي صريح الإيمان مش الوسوسة كونك تتعاظم الوسوسة كيف الوسوسة إنه كونك تتعاظم إنك تتكلم به وتشوفه شيء عظيم أو خطر هذا هو إيه صريح هو ذا الإيمان مش الوسوسة. يعني عندما يجد الإنسان في نفسه حرجا ويجد في نفسه ضيق من هذا الوسوسة هذا علامة على أنه مؤمن. إنما إيه العكس إذا وجد ارتياحا لهذه الأدلة وتفاعل وانسجام كما أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا معناها لو وجد الحرج وهذا ده الوسوسة والضيق والشك والتعب وعدم القبول النفسي. وذلك من ضمن تعريف الإيمان هو إيه؟ حديث النفس التابع للإيه؟ للمعرفة المعبر عنه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. فصريح الإيمان إشارة إيه؟ إلى التعاظم وليست إلى إيه؟ إلى الوسوسة. وإلا معنى كده هنقول يا رب زدنا وساوي الشيطان ماذا إيمان ده؟ لا المراد إيه؟ التعاظم. كمن يقول المسلمون لهم دين والنصارى مثلا لهم دين والله أعلم بمن هو على الحق. يا معنى لما تيجي أنت تحكم على النصارى بالكفر يقول لك يا شيخ حرام عليك ليه كده؟ جالك منين؟ يمكن يكون أداء إيه؟ شك اللي معناها لا يمكن ده يكون شوف ما هو يلزم كده من كونك مسلم يعني اعتقاد جلسة. كفر كل من يخالفك في هذه العقيدة لازم كده ده شيء لازم يعني اعتقد كفر جميع الملل كلها ما عدا الإسلام. والذي يقول بغير هذا إما هو منافق أو صاحب مصلحة أو حريص على فشتين بغض عليهم مثلا. ليه؟ لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوجه هذا الخطاب إلى جميع الملل المخالفة في خواتيم القرآن قل يا أيها الكافرون الألف واللام هنا إيه؟ جنس كل ملة أحد لا أعبد ما تعبد ما قلمش مثلا قل يا أهل الكتاب قل يا نصارى قل يا يهود يا مجوس لا جمعهم كلهم ما يخال يعني مثلا من هو الكافر؟ غير المسلم تقول كده غير المسلم خلاص غير المسلم كافر عاطل مين هو غير المسلم؟ غير المسلم ما عشان ما حدش يمسك عليك حالة أنا قلتش حالة بقول غير المسلم والله إن كنتم أنتم راضين بالإسلام وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل خلاص إن كنتم كده مع الإسلام كمان ليه أركانه ليه علاماته ليه نطق ما يدل عليه يبقى كده قل يا أيها الكافر كده لا أعبد ما تعبدون وبعدين ولا أنتم عابدون ما حتى يعني ما اكتفاش بأنه هو تبرع من عقائدهم خد بالك ولكن براءهم هم من عقيدته بدليل إيه تعالى كده إذ أخذنا من النبيين ومنك ومن لا بتاعت الآل عمران ثم جاءكم رسول لتؤمنون به ولا تنصرون قال أقررتم وأخذتم على ذلك من إصري قال أقررنا قال فاشهدوا مرحبا سلامك الله الحمد لله رب العالمين على في الدرس الأزهر السلام فإن تولوا فقولوا اشهدوا بيه بأن مسلم. كيف هم يشهدون يعني ذول كفار كيف يشهد لنا بالإيمان
هنشوف النقطة هنا إيه، إنه عندما يشهد الكفار لنا إحنا بالإسلام هذه شهادة على أنفسهم بالكفر، فليس المقصود ما إحنا مسلمين من هم من غير ما يشهدون لنا، إنما إذا شهدوا لنا بالإسلام يبقى معنا كده شهدوا على أنفسهم بالكفر، وذلك آية كفر آية كده وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أنهم كانوا كافرين. كيف شاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين؟ لما شاهدوا لنا بأننا كنا مسلمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تمام كده، وراح قال ولن تبر، يعني تبرأ منهم وبرأهم منه. بعدين هو الطاجن اللي جبناه رجعناه تاني، طلع ني الاكل ده ذنب انا ده، يعني انت فاكر مفيش اولياء هنا؟ راحوا يجينوا ربنا اكرم الله زي ما عضلونا ربنا على الطلاق. اذا الكلام الاول ده في الحال لا اعبد، بعدين يقول لك يا اخي ده بيقول كلام دلوقتي في الشباب ومضطر بنفسه مع الشكر وبقوته وكذا، لكن هيجي بعد كده حلقه ايه وين راح جابها ثاني، ولا انتم عابد ولا انا عابد، يعني في الاستقبال ولا انتم يعني في الاستقبال، شفت كده؟ وبعدين معنى كده اعلان حرب، معناها كده من حكم على جميع الملل بالكفر معناها أعلن عداوته للعالم كله، معناها كده ده بيخاطبهم كلهم بيقولهم أنتم كفار، معناها كل يا أيها الكافرون. فطمن قال له مش هتهزم، ده هيأتي من خلال هذا الإعلان النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يلا. واعلم أن ثمرة الإيمان فعل الطاعات، فمن آمن ولو بالتقليد وأكثر من الطاعات نور الله قلبه. يعني معناها عاوز يقول لك هل الإيمان كأنه يمت هنا، هل الإيمان كده اللي هو عن معرفة هل يستوي مع الإيمان من حيث التقليد؟ يعني هل تحصل ثمرته؟ يعني لو أنا مؤمن عن معرفة عن دليل، هل لو كان واحد مقلد هل ثمرة الإيمان التي تحدث للمؤمن اللي هو عن علمه وعن تحصل كذلك للمقلد؟ نعم نعم كده. وأعلم واعلم أن ثمرة الإيمان فعل الطاعات، فمن آمن ولو بالتقليد وأكثر من الطاعات نور الله قلبه. يا لو إنسان ما هو إيه الطاعات دي، خد بالك الثمرة ليست من المعرفة وإنما من الجزم من التصديق، فمن إيه صدق وكان على جزم نور أكثر من الطاعات نور الله قلبه. ولذلك تجد كثير من مثلا من المقلدين او من العوام لا يقصرون في طاعه ولا يتهاونون في فريضه، فتجد دعائهم مستجاب، تجد الفنون بيأولوها كده ويبحثوا عن مخرج وعن حيله، دائما يتهاون. انما اللي هو ايه مقلد ده خايف، اقول لك انا دوب انا بملك مثلا الحد الادنى رمى الري، كان ده عالم هيتفلسف هيعرف يجاوب، انما انا مسكين اذا ما عديتش اروح في داهيه يعمل ايه؟ يؤتي الله تعالى هذه الثمرة. ورأينا الصلاح في كثير من الايه من العامة واستجابة الدعاء، ورأينا فيهم الولاية ولم نرها في من ايه عندهم الأدلة وعندهم البراهين وعندهم العقائد النسفية وعندهم فلربما رقاه إلى تلك المراتب التي تقدم ذكرها. وأما مخالفة الله فلا تفيد إلا الوبال ولو للعالم لذلك. وأما شو كده، فالإنسان المقلد العامي إذا أكثر من الطاعات نور الله تعالى قلبه واستجاب دعاءه ورفع درجته ولو على العالم، فربما رقاه إلى تلك المراتب،
واما المخالفه بحجه ان انا عالم وحتفلسف واقول انا اقدر اعمل كذا، واما مخالفه الله فلا تفيد الا الوبال، يعني حترجع بالخسران والمصائب على صاحبها ولو كان عالما بالادله. والسر في قوله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، خلي ينفعك العلم ايه اضله الله على ايه، فمش يعني ما عرفتك بالادله الا حتنجيك التزامك بالتكاليف وفعلك للطاعات، مش حيغتر ده انا عارف وده جاهل، جاهل لكن ده افضل منك، التزم وانت ما التزمتش. ليه؟ لانه علم وحده ما ينفعش، لازم يكون معاه الايه العمل، انما الثاني ما عندوش العلم، علم مقلد لكن عنده العمل، فربنا رفعه. فمتى ارتفع وعنده الاخلاص، والاخلاص ده مش محتاج لعلم، يبقى اذا في الحاله دي ارتفع به بالثمره، انما الثاني كان المفروض هو انما يخشى الله من عباده العلماء، لكن لما حجب واشتغل بتحرير الادله وترك العمل اعتمادا على انه من عنده العلم ويعلم الناس ولا يعمل بما علم، من عمل بما ايه علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، انما اذا كان عنده علم وليس عاملا بما خلاص كده حط من درجته، والثاني بعمله رفع من رتبته. بقوله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله. وبني اسرائيل ربنا اختارهم على علم؟ نعم. ولقد اخترناهم على علم وفضلناهم على العالمين، ومع ذلك هم شر الخليقه. مش نفس السلام بيقول فضل العالم على العبد كفضل على العامل. العالم على العبد. ايوه العالم يعني العامل. لانه اذا كان عالما وعاملا لا يساويه ولا مليون عابد. خلاص لهم الدرجات. فضل العالم المراد به العالم العامل. طيب العلماء قالوا في الطريق الى الله عز وجل، احنا ما يريد الانسان ان يكون مريد الله تبارك وتعالى ويسلك الطريق الى الله عز وجل، اول عقبه تجده في الطريق الى الله عز وجل الجهل، لانه اذا كان جاهلا يعني لا يصل الى الله عز وجل. ما خلاص، ما هو الثاني اللي هو المقلد ده مش جاهل، لانه زي ما نقول كفاه علم مقلده، زي المأموم الامام. نعم. فكأنه لما عدى العقبة اللي هو المقلد عداه هو معاه برضه. نعم. ما سابوش، ما ربوا معاه. فرضك فين؟ ولربما يظلم قلبه. مش أنا الإمام إذا ركع إيه؟ فركع، إذا سجد خلاص يبقى أنا متبع ليه. هو لما عدى هو العقبة أنا عديت معاه برضه، بس عديت أنا تقليد. نعم. عديت كده وراه كده خلاص. ولربما يظلم قلبه وتلتبس عليه الأدلة حتى لا يدري أين يتوجه. شوف كده، يعني الإنسان اللي يكتفي بتحرير الأدلة ويترك العمل ربما ينتج ذلك ظلمة في القلب، فيحدث عنده التباس في الأدلة وتأتيه الحيرة، فقد يصل بهذا العلم إلى الضلال إلى الإلحاد. وهذا ما صرح به واحد كان قسيس في كنتبري في بريطانيا وأصله إيراني وتولى مرتبة الأسقف درجة عالية عبد الأحد داود ده. ولما سألوه عن سبب إيمانه أو سبب إسلامه بعد ما قال السبب الوحيد شو كده هو الهداية الإلهية، وما كنا لنهتدي إلا قال إذ لولاها لكان ممكنا، شو كلمة ممكنا، أن تقودني جميع علومي وأبحاثي إلى الضلال. وإذا كان ما فيش توفيق يعني كان ممكن يضل بهذا العلم وأضله الله على إيه؟ إذن مش لا يكتفى بالعلم لكن لابد من العمل، بل بالعكس عقابه أشد لو يدور تنقلب أكتابه فيدور كما يدور. يقول ألست كنت تأمرنا؟ عالم. فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وأول
ثلاثة تسعر بهم النار. أهو واحد عالم عالم شهادة دكتوراه دولية كمان وهتلقاهم كده إن شاء الله كلهم يعني بورك سور وحاجة كبيرة. ما ينفعش لازم يكون مش عالم خلاص. لو كان أي كلام لصنص كده ولا ثانوية عام مش هيتحسب أصلا في العلماء. هاي كله من الجماعات. الهداية أقوى من العلم. الهداية يا مولانا التوفيق والعلم ده ما هداية فتح. ممكن القصة برضو أسلم وقال إنه يعني إحنا رأينا كثير كثير من الناس اللي كانوا فلاسفة ضلوا وتحيروا حصل معهم. وفي ناس عوام أشرقت عليهم ربنا إداهم علم لدنكم يعني تكلموا في العلم بس بالفيض كده. سبحان الله. وقد حكي أن الفخر حين احتضرته الوفاة. الفخر الرازي خد بالك من شيخ الإسلام في الكلام ده. وردت عليه شبهة عجز عن دفعها فصار يقول اللهم إيمانا كإيمان العجائز. يعني ما ورد أو شوف قالوا حكي يعني على سبيل التمييز بعضهم نفى هذا الكلام ولكن وظن أنه ده رجوع من الفخر الرازي على فرض ثبوته. إلى إيه الرجوع إذا ذكر في بعض الناس بتفهم الفضل. إذا ذكر أن واحد من الأشاعرة رجع زي الرازي أو زي الجويني أو حتى الغزالي أو أشعر نفسه فما معنى الرجوع هنا؟ لأنه كده هناك في المذهب الأشعر مش قول واحد في قولين اللي هو التفويض والتأويل. فهنا أنت مخير أوله أو إيه ورم تنزيها لأنه هذا طريق للتنزيه وهذا طريق. فمن اختار التأويل قد تأتيه شبه لا يستطيع دفع فيرجع في النهاية إلى التفويض وهو الأسلم. فمش يرجع إلى ابنتين ولا يرجع إلى لا يرجع إلى التفويض إلى القول الأول في المذهب أو إلى القول الثاني بل أوله أو إيه أو فوض. فلم يخرج عن كونه أشعريا برجوعه ولكنه رجع إلى قول معتمد في المذهب وهو الأسلم. يعني جاي في النهاية قال ما قلنا الكلام ده لكن قد يكون فيه خطورة أو قد يكون مشغول إنه بحسب اجتهادي. يقول أحسن إيه أنا أسلم وأؤمن على مراد الله ولا أحاول أن يعني أصل بعقلي قد أصل وقد لا أصل. ما فيش عصمة في إيه في الأفهام أو في الأذهان البشرية. فلأجل هذا يجي في النهاية لما يحس بقرب الأجل يرجع يعني إلى التفويض وليس إلى التشبيه أو إلى التجسيم اللي يمكن يبقى حمار ما فهمش يرجع يضيع ده كله يجي في الآخر. فمعنى إيمانا كإيمان العجائز يعني تسليم. يعني ما هو العجوز بأمنير لا يسع إلا التسليم يعني التفويض المراد به إيه يسلم يعني اللهم إني خلاص أنا عجزت فأنا فوضت الأمر ده يخليه. ونقل عن الرازي أنه تمثل وقال هذه الأبيات فلم نستفد من بحثنا أقول عنه إلا أن فيه قيل وقيل أقوال كثيرة. وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فبادوا والجبال بل وآخر نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال. يعني مهما وصلنا لا يسعنا في الآخر إلا أنه إيه نسلم علم هذه الأمور إلى الله لأنه تعالى هو القائل ولا يحيطون به علما. هذا الأسلم وهو مذهب معتمد وهو الأصل. فهذا كل ما ذكر عن الرجوع إذا صح فيجب حمله على إيه على ما قلناه أنه رجوع إلى التفويض. ولذلك اللهم إيمانا كإيمان العجائز. لو كان إيمانا كإيمان المشبهة والمجسمة ما كانش يقول كده. ما ينفعش العبارة ما تستقيمش. يعني معناها الناس اللي هم إيه مسلمين يعني اللي هم ما عندهمش أصلا شبه اللي هم سائلين المسألة من أساسه. وحكي عن سيدنا ابن عربي أنه في تلك الحالة كان واقفا في الصلاة فضرب برجله مرارا فسئل عن ذلك فقال إن الفخر احتضرته الوفاة فاحتوشته الشياطين يريدون نزع إيمانه فضربتهم برجلي فمات على الإيمان والحمد لله. دي من كرامات الأولياء أو سيدنا الشيخ محي الدين البعض. من كان عقله أو يعني يقبلها يسلم يعني يسلك بها مسلك التفويض ما كانش خلاص انت مش قرآن موحى به والعبرة ايه بثبوته. ولا نستغرب لانه فيما هو
أعظم من ذلك. ورد عن الصحابة أنه سيدنا عمر ضرب الأرض برجله لما حصل زلزال، قال ألم أعدل عليك، ويقال ضربها بالدرة بعصا أو برجله فسكن، ولم يحدث زلزال في المدينة إلى الآن، حصلش زلزال ما جابوا في المدينة زلزال يمكن في عند البحر. وكذلك لما قال يا سارية الجبل وكون الشياطين اجتمعت على الرازي، لما طبعا كان يورد الشبه، يقول لك كان الإمام الرازي ده في إرادة وتقرير الشبه عظيم، لكن في دفعها والرد عليها ربما اتهاون في أنه كان في التقرير إرادها يعني حاجة كبيرة، إنما عند الرد قد يكون في الشبهة الرد ده أضعف من إيه من الشبه، فيورث هذا شيء في القلب كده يعني لها آثار باقية، وقد يكون في قلب الإيه صاحبها نفسه اللي هو أوردها من باب أولى من غيره، ما هو بشر، فقد يكون إن الشياطين وجدوا فرصة إنه يعني فرصة يشكلوا له الرازي. فإذا ربنا يثبت مين بالناس الصالحين، وثبت الله الذين آمنوا، فراح ضرب له الشياطين برجله فتركوه، فيعني لحقوا قبل إيه ما يعملوا معاه حاجة، فمات على الإيمان والحمد لله. سيدنا عادل فما فيش داعي على نقف عند الأمور، هذا دليل أنه كان الحق وإلا ما كنت الشياطين جد ما لو كنت بالك إذا وسوس إليك الشيطان في أمر يختص بالعقيدة فاعلم أنك على الإيمان، وهذا دليل صريح، دليل يعني واضح للشمس أنك أنت مؤمن، هذا صريح الإيمان يعني إيمانك صريح وواضح، وإلا الشيطان ما كانش يجيلك يروح يدور على إنسان تاني. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصر، قوله واجزم بأن أولا الجزم هو القطع أي اقطع باعتقاد، يعني واجزم بأن اجزم يعني اجزم يعني اعتقادك، الجزم يعني القطع، يعني اجعل اعتقادك قاطعا جازما، تاخذ بيه كده على عمومه يعني اجزم. مين الخطاب لمين؟ المكلف. واجزم ايها المكلف، مين هو المكلف؟ توفرت في الأهلية التكليف، والمكلف ده عليه أحكام كيف، هو بس عليه فقط القضية دي كل الأحكام مخاطب بهم. نعم ورح ما فاتوا هنا لا 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 ورح واجزم بأن أولا يعني اجزم يعني اقطع أيها المكلف، يعني من هو يعني أيها البالغ، يعني هو الآن لك بخاطب البالغ دلوقتي من شروط التكليف البلوغ، يعني أول ما يبلغ الإنسان إذا بلغ الصبي الحلم فيجب عليه أولا أول ما يبلغ يجب عليه إيه؟ أول حاجة يجب عليه أن يعمل فكرة اللي هو النظر ده اللي هو حيصل به إلى المعرفة، يعني مجرد أن يبلغ الصبي يجب عليه شغل الجهاز يشغل الفكر، يعني يبدأ في مقدمات النظر. واجزم يعني أيها المكلف اجزم اعتقادك أو كن معتقدا بأن أولا، هنا أولا هنا إيه يقابلها إيه ها لا أولا يقابلها ثانيا ثانيا ثالثا، ده أول حاجة، التكاليف كثيرة بس دي أول حاجة، قلنا أولا وآخرا جمعنا من فجر تكليف أول وتكليف آخر، فلا يقابلها آخرا إنما يقابلها ثانيا، ده حنعد لسه بس أول واحد ده رقم واحد ده يبقى معناها يقابلها إيه ثانيا، ولذلك تبقى هنا إيه مصروفة مش ممنوعة من الصرف، يبقى أول ما يكون يقابلها ثانيا أو حتى آخرا أولا وآخرا، يبقى هنا إيه تبقى أولا إيه مصروفة عن تصرف عن التنوين، لكن إذا كان ما يقابلهاش ثانيا وإنما أولا الأول بمعنى الأسبق تمام كده، يبقى هنا إيه يجب أن تكون ممنوعة من الصرف.
حياه الكلام على الجزء ده. هنا ايه هتبقى في هذه الحاله ممنوعه من الصرف الايه، هتبقى بمش مش بمعنى ايه المقابله لثانيا، هتبقى بمعنى اسبق، هتبقى ممنوعه من الصرف للوصفيه ووزن الفعل. خلاص كده زي يلا. أيقطع باعتقادك أيها المكلف ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، جنيا أو إنسيا، وأول أصله أو أن على وزن أفعل، فقلبت الهمزة واوا ثم أدغمت في الواو لاجتماع المثلين. شوف كده أو أل، يبقى هنا الواو سكنت وقبلها فتحة، يبقى هي قلبت إيه هنا الهمزة واو وأدغمت الواو في الواو لاجتماع الإيه المثنين، يبقى بقت أول. وله استعمالان اللي هو أول ده بمعنى قبل وسابق، يعني بمعنى قبل كده أسرع، زي مثلا أول أمس، أول بمعنى أسبق أو بمعنى قبل، يعني فيكون منصرفا منونا. كمل. بمعنى قبل وسابق فيكون منصرفا منونا، ومنه قولهم الحمد لله أولا وآخرا وصفة، فيكون أفعل تفضيل معناه الأسبق، ويكون ممنوعا من الصرف للوصف ووزن الفعل. يعني إذا كان أفعل تفضيل بمعنى الأسبق يبقى إيه ممنوع من الصرف. نعم. وإذا كان بمعنى قبل وبعد اثنين أو أسبق، يعني أول عند أول الأول وده الآخر، أو القبل وده اللي بعده، يعني في ترتيب، يبقى هنا إيه منصرف ومنون. نعم. تكون بمعنى الأسبق لما تكون أولا وثانيا، مش تكون بمعنى الأسبق أيضا لما تكون إيه أولا وثانيا، لما لا تمنع؟ ما هنا لا، هنا فيها الإضافة، فيها معنى الإضافة، أول ده مضاف إلى الثاني، إنما ده أسبق، فيها معنى التفضيل، أفعل التفضيل، يعني وزن الفعل زي أجمل. يعني مثلا هذا أول، هذا أول منه، زي نقول ده حسن وده أحسن، يعني أول منه، فيها معنى التفضيل المفاضل، إنما دي فيها معنى القبلية والبعدية والترتيب. عشان كده في حاجتين مش حاجة واحدة، العلتين، في علة واحدة تقوم مقام علتين، هنا علتين اللي هم ايه الوصفية ووزن الايه الفعل، انما الاولانية بس فيها الوصف بس ما فيهاش وزن الايه الفعل. يعني فيها نفس المعنى اللي بتقوله بس ما فيهاش المعنى الثاني. نعم. ووزن الفعل. فإن حمل في النظم على الأول فظاهر، وإن حمل على الثاني فصرفه لضرورة النظم. يعني هو مصروف على كل حال بس. فين؟ مصروف على كل حال. ماشي. وفي ذلك المعنى قال الجمهوري رحمه الله تعالى: إذا أول قد جاء معناه أسبق، فمنع انصراف فيه أمر محتم. إذا جاء معناه أسبق فامنع إيه الصرف لوصف وزن الفعل. يا أيها الفتى عليك بضبط العلم علك تفهمه، وإن كان ظرفا فاحكما فيه بالذي ظرفا، يعني زي قبل وبعد، يعني نعم. أولا وآخرا، يعني معناها قبل وبعد. نعم. إيه معنى الله الحمد أولا وآخرا؟ يعني قبلا قبل وبعد. نعم. هنا إيه مصروف. وإن كان ظرفا فاحكما فيه بالذي حكمت به في قبل والله أعلم. حكمت به في قبل يعني وإيه وبعد. وإن يقول واجزم بأن أولا، يعني اعتقد اعتقادا جازما أيها المكلف بأن أول ما يجب عليك عند التكليف، يعني عند البلوغ، معرفة. يعني ايه معرفته؟ يعني معرفة وجوب وجوده تعالى ووحدته وصانعيته للعالم، ومعرفة صفاته وسائر احكام الألوهية. ده اول حاجة. وفيه يرجع الى ايه الضمير ده؟ وفيه ها فيه لا واجزم، خذ البيت كله، واجزم بأن أولا مما يجب. يعني اعتقد اعتقادا جازما أنه أول واجب عليك أيها المكلف أول ما تبلغ المعرفة. قال وفيه،
ارجع الاول ارجع الاول ما يرجعش الى المعرفه الاول لا لا خلاف في وجوبها عند جمهور المسلمين انما اختلفوا في مصدر او دليل موضوع ثاني انه المعرفه واجبه اول واجب لكن اختلفوا الاختلاف هنا وفيه قل يرجع الى كلمه اول يبقى إذن وفيه أي في تعيين أي في تعيين أول الواجبات اختلفوا حيجي اختلفوا قالوا إيه هي أول واجب المعرفة النظر القصد إلى النظر 12 قول أو 6 أقوال أو أكثر أو أقل وهذه الأقوال كلها يجمع بينها وستأتي إن شاء الله يبقى إذن وفيه يعني إيه يعني في تعيين أول الواجبات خلف خلف يعني اختلاف يعني أول واجب اختلفوا فيه ما اتفقوش عليه سواء كان هو المعرفة أو مش هو المعرفة المهم في اختلاف في أول واجب لكن ما فيش خلاف في المعرفة في وجب المعرفة وفيه خلف منتصب إيه معنى منتصب يعني قائم بين الأئمة وبين العلماء منتصب يعني انتصب أي قام خلاص كده أما المعرفة نفسها فلم يقع خلاف بين المسلمين في وجوبها ولا في وجوب النظر الموصل إليها ولذلك نفهم كده أن الخلاف في الأولية لا في الوجوب خلاص كده الخلاف في الايه في الأولية دون الوجوب والمشهور طبعا عند السادة الأشاعرة أن المعرفة هي أول واجب على المكلف ده المشهور ده ليه؟ ليه قلنا أول واجب؟ لأن جميع الواجبات ما عداها متوقفة عليها ولا تتحقق إلا بها دليل عقل يفرض قلنا مثلا حاجة غير المعرفة هي أول واجب يبقى معناها الصلاة هي متوقفة على إيه؟ على المعرفة على معرفة الله ولا تتم الصلاة أو أي واجب من الواجبات إلا بإيه؟ بوجود هذا الإيه؟ الواجب اللي هو المعرفة لكنه اللي هي المعرفة لا يتوصل إليها إلا بالنظر مش كده؟ إذن فهو واجب لوجوبها لتوقفها عليه مع كونه مقدورا للمكلف لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يبقى إذن ممكن تكون المعرفة دي أول واجب لذاته إنما النظر لغيره لأنه توصل به إلى الإيه؟ إلى المعرفة ومع ذلك ذكر الإمام ابن حجر عن بعضهم بعض الناس أنكر وجوب المعرفة أصلا أنا لسه بنقول أول واجب لا في الأولية في خلاف إنما الكلام اللي قاله ابن حجر ده مش في الخلاف في أول واجب قال إنه في بعض في بعضهم قال أنكر إن المعرفة واجبة أصلا يبقى إنكار المعرفة واجب لا إيه يعكر على ما قلناه لأنه إيه ما فيش خلاف بين جمهور المسلمين كده قلنا بين ايه الجمهور او بين المسلمين عموما هذا الذي قاله ابن حجر ليس خلافا في الحقيقة لان الذين قالوا او الطائفة التي انكرت وجوب المعرفة لم تنكر وجوب المعرفة بمعنى ان الله تعالى لا تجب معرفة ذاته لا لان انكارهم هذا قالوا لأن المعرفة ليست بواجبة لأنها حاصلة بالفطرة يعني كأنه عاوز يقول لك بتوجبها ليه ما هي حاصلة بأصل الفطرة فكأنك بتحصل حاصل مش معنى إنكارهم أنه يجب الضد اللي هو عدم المعرفة بل هي معناها هي محصلة بالفطرة فكأنك أنت بتقول للعارف اعرف يعني معناها يغني عن كونك تقول واجب لأنها هي حاصلة بأصل الفطرة ولهم أدلة على ذلك أن كل مولود يولد على الفطرة يعني معناه يولد على إيه على معرفة الله مثلا فكيف نكلفه بالمعرفة وهي موجودة أو ده مفهوم كلامه فمعنى كده قال لا إيه
لا يخالف القول الذي قلناه، لانه ده يعني معناه اقول لك انت الشيء ده اللي انت بتقول عليه موجود عندي الحمد لله، موجود عندي. يبقى لم ينكروا المعرفه وانما انكروا وجوبها، بمعنى انها هي موجوده، والقول بانك توجب شيء موجود ده تحصيل ايه؟ حاصل، لانها حاصله بالفطره. ايه الادله بتاعتكم؟ والكلام ده هقول لك مين اللي قاله، بس شويه يعني هقول لك قالوا قول الله تعالى فاقم وجهك للدين، ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم انه هو يلتزم على هذا الشيء، للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها. يبقى هنا الفطره الكلام ده تفسير لقوله تعالى الدين حنيفا فطره، بين ان الفطره هي الدين الحنيف، فطرة الله التي فطر الناس لا تبديل لخلق الله. نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد إيه؟ على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه. نعم. كما تنتج البهيمة جمعاء هل ترون فيها إيه؟ بقية الحديث. يبقى هنا فهموا إيه من الحديث ده؟ إنه أشهر الأقوال في المراد بالفطرة الموجودة في الآية القرآنية، ما عندنا آية وعندنا إيه؟ فطرة الله، وعندنا حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الحديث في حديث أبي هريرة، لما فسر الفطرة فسرها كده في صحيح البخاري بالإسلام، وقرأ وقال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فطرة الله. يبقى معناها تفسير هنا واضح بنصه ان الفطرة المراد بها الايه؟ الاسلام. والاحتجاج على هذا التفسير بحديث مين؟ ابي هريرة اللي هو كل مولود يولد على الفطرة، وفي اخره اقرأوا ان شئتم، وبحديث اخر رواه مسلم قالت حديث قدسي اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأحللت لهم ما حرمت عليهم. ده حديث مين؟ في مسلم. في قول ثاني وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بلزومها في قوله فأقم وجهك للدين، فدل على أن الفطرة هي الدين، والدين هو إيه؟ هو الإسلام. في قول ثاني قريب من القول الأول، ايه الفطره المراد بها؟ اللي هي الصبغه، يعني الصبغه اللي ربنا صبغ عليها العباد، الايه المشار اليها في سوره البقره صبغه الله. وكلمه صبغه الله عند النصارى عندهم حاجه اسمها التعميد، يغمسوه في الماء عشان ايه؟ يعمدوه، يعني كانه عمد في قوانين كده او في تعاليم معينه كده، اجراءات مراسيم كده للدخول في المسيحيه، اهمها ايه؟ موضوع التعميد ده. انما الاسلام ده جاي كده من عند خالقه كده، صبغه الله التي، فما عوش ايه؟ عمليه جراحيه، جاي كده من ايه؟ من عند مولاه بعد الصلاه ان شاء الله. أصلاً
ليس معنى الإنكار ليس معناه أن الله تعالى لا تجب معرفته. لا، لم يقل بهذا حتى الكفار، الكفار لم يقولوا هذا. ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، يقولون بل يدعون أن عندهم معرفة. نعم، ولكنها طبعا معرفة ناقص أو معرفة مثلا فيها خطأ إلى آخره. فالقول بإنكار المعرفة أو وجوب المعرفة بهذا المعنى لا يقول به عاقل فضلا عن إيه كافر أو مؤمن أو غيره، إنما المراد أنها حاصلة بأصل الفطرة. يعني بيقولوا من يقول بوجوبها كأنه يقول بتحصيل حاصل، أو كأنه يقول بأنه يجب عليك أن تعرف شيئا أنت تعرفه. ده كلام إيه؟ لا يقدم ولا إيه؟ ولا يؤخر. كيف مش فاهم السؤال؟ اشرح لي السؤال. مش يعني اذا كان عندهم معرفه باصل الفطره فلما نرجع اليهم الكفار شبه انك ذكروها فايتني. ما هو الحديث فابواه ما هو الاب ليه تقول مهم بقى وكمل. فلم يقل انها معرفه حاصله باصل الخلقه، ولكنها تقبل ان تبدل او تغير او تضيع بدليل او تطمس. فأبواه إيه؟ يعودان يعني يغيران هذه المعرفة. نعم. أو إلى آخره. كما تنتج البهيمة في ولدها، هل ترون فيها من جدعاء؟ يعني الجدع ده قطع أنف أو أذن البهيمة، هل هي بتولد كده ولد بتصرف من تصرف الآدمي؟ قال كذلك المولود ولد يعني سليم حاليا من الكفر على الإيمان حتى يحدث له التغيير. فالذي حدث عند اليهود والنصارى هو هذا. أشهر الأقوال في المراد بالفطرة، في أقوال كثيرة، كم قول؟ 7 أقوال. أشهرها هو إيه؟ المراد بالفطرة الإسلام. والاحتجاج أي الاستدلال على هذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه إلى آخر حديث طويل. أقرأه إن شئتم وقرأ الآية. وبحديث إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء يعني على الحنيفية كلهم. يبقى إذن التغير دائما بفعل الآباء أو البيئة أو الشياطين. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وكذلك بما يلزم من الآية والحديث أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بلزومها، إنما قال فأقم وجهك. فدل على أن هي الإسلام أو هي الإيمان. القول الثاني في المراد بالفطرة أنها صبغة الله. نعم. وهذا القول يتفق مع القول الأول. نعم. أنه إذا كانت الفطرة هي الصبغة وهي التي فطر الله، يعني صبغ الله أو خلق الله، يعني أو أوجد الله هذا المكلف عليها. نعم. إذن فلا اختلاف بين مدلول القول الثاني مع القول الأول. نعم. ولذلك قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: من مات أبواه، يعني إيه؟ من مات دون البلوغ، يعني من مات أبواه وهما كافران، يعني حكم بإسلامهما. يعني لو أن الأبوين الأم والأب كافران في مولود قبل البلوغ يحكم بإسلام هذا المولود لا بكفره. بالكلام ده عند مين؟ الإمام أحمد. هنا الكفر كفر حكمي، أي الإسلام إسلام حكمي. نعم. ومن قال أيضا بكفره قال بالكفر الحكمي، لأن الكفر الحقيقي لا يتم إلا بعد التكليف. أما قبل التكليف يعني يحكم به بأنه تابع.
يتبع حكمها في الأحكام، يجري عليه أحكام المسلمين التي تجري على أبويه أو أحكام الكفار التي تجري على أبويه. أطفال الفرق مولانا في الجنة اللي هم لا، هو بيتكلم عن حكمه في الدنيا، يعني يحكم عليه مثلا طفل مات لأبويه كفار في كلام أحويه المسلم قويتهم عند المسلمين، يعني الأحكام الدنيوية. أما في الآخرة الذين آمنوا واتبعتهم ألحقنا بهم ذريتهم، ولم يقل ألحقنا الذرية بالكفار، فدل على أنه أطفال الكفار دول في الجنة برضو منعمون، وهم إيه غلمان يعني خدم. وأضيف عليهم جاء في تفسيره أنه دول إيه أولاد أو أطفال الكفار الذين ماتوا دون البلوغ في الجنة، لأنه لا كفر حقيقي إلا بعد الإيه؟ بعد البلوغ، بعد التكليف. إذا القول ده قريب من القول الإيه؟ الأول. واستدل أيضا القول ده بنفس الحديث، الذين ذهبوا إلى هذا القول استدلوا بحديث كل مولود يولد على الإيه؟ وبعدين بيقولوا إيه؟ معناه أنه فسر الفطرة بالإسلامي، معنى كده. نعم. إذا القول الأول القول الثاني اعتبروا قول واحد. نعم. القول الثالث الفطرة معناها التهيؤ والاستعداد لقبول الدين، يعني يخلق الله تعالى الإنسان سواء ذكر أو أنثى على حالة استعداد أو حالة تهيؤ وقبول، زي ما ربنا يجعل الإنسان عندما يعني يميز قادرا على التعلم الكتابة والقراءة والحفظ، ولا ينزل من بطن أمه حافظا أو كاتبا أو شاعرا، إنما يخلق فيه التهيؤ والاستعداد لذلك. إذا معنى الفطرة التهيؤ والاستعداد لقبول الدين، ليه؟ فلو ترك المرء لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها. الذي اللي عرفنا إنه لو ترك لاستمر على لزوم هذه الفطرة ولم يفارقها إلى غيرها، لأن حسن الدين ثابت في النفوس، يعني الإنسان بيقول متدين بطبعه، ميل كده إلى الدين وإلى ما يوافق فطرته وعقله، وإنما يعدل عنه، يعني يعدل عن هذا الحسن أو يرى الحسن قبيحا لآفة من الآفات كتقليد الآباء مثلا. فمعنى هذا كما يقول الإمام القرطبي أن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، وقد دل على هذا المعنى اللي هو المعنى الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث كما تنتج البهيمة، يعني تلد البهيمة، ينزل المولود مهيأ لأنك تجدع أنف السيب كذا، يعني مهيأ ليه؟ لقبول أو مستعد لما يلقى إليه، لكنه لو ترك بدون تدخل لما مال أو لما استعد أو لما قبل غير ما يناسب هذه الفطرة. ده إيه معنى إيه القول الثالث هو التهيؤ والاستعداد والقبول. واضح كده؟ أمال مين اللي قال إنه الفطرة فسرها بمعنى إنه يخرج المولود أو يولد وهو عارف أو عالم بالدين، لأنه قال كون يولد على الفطرة والله تعالى يذكر ذلك في كتابه فطرة الله التي فطر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك بالحديث، فدل على أن المولود عنده إيه معرفة بالدين أو عنده معرفة بالله لأنه يولد على ذلك ولأن الله خلقه إيه عليها. هذا الذي قاله ابن القيم
ولعله يكون نقل عن مين؟ عن ابن تيمية. هذا الذي قاله انه يخرج من بطن امه يعلم الدين، هذا لا يتفق مع قوله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اذا ما فيش معرفة عند من يولد، اي مولود ما ليه معناه أن الفطرة مقتضية لذلك، يعني له الاستعداد والتهيئ والقبول. ده القول كام؟ ده الرابع. القول الخامس، كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإقرار بالإسلام، الإقرار لله تعالى بالألوهية والوحدانية. كيف يعني كيف يولد مقرا على أن الله تعالى واحد، أو على أن الله تعالى ربه، وهو سبحانه يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا؟ ده متعارض باللي قاله ابن القيم، ولعل يكون أخذ عن ابن تيمية، متعارض عليه مع الآية، لكن كان عمدتهم في الاستدلال الحديث مش الآية، وخاصة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للفطرة بأنها هي الإسلام، والاستدلال على ذلك بالآية الكريمة اقرأوا إن شئتم. وهذا الاستدلال ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من أبي هريرة. أبو هريرة لما قال اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، ذلك يرجع إلى الفطرة، ذلك الدين القيم. الدين القيم هو إيه؟ هو الفطرة، يعني هو الإيه؟ هو الإسلام. يبقى إذن ده في قول رابع اللي هو الفطرة هي يولد مقر. يعني كيف يولد مقر؟ قالوا أنتم نسيتوا الميثاق الأول اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أخذه على جميع ذرية آدم، فإذ أخذ ربك من بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ده ميثاق أخذ على الذرية على الإيه؟ على الأرواح في عالم إيه؟ عالم الذر. يبقى معناها كل مولود يولد على هذا الميثاق، أي على هذا الإقرار كده؟ نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أخذ عليهم ذريتهم وأشهدهم، أشهد الذرية على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، يعني أقررنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، يعني عن هذا الإقرار غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا، هذا التقليد ده، وكنا ذرية من إيه؟ من بعدين، أفتهلكنا، يعني إحنا ذنبنا إحنا مش نوراهم وهم اللي ضيعونا، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يبقى هذا الميثاق كل مولود يولد عليه، لكن إذا بلغ، إذا وصل إلى سن البلوغ اللي هو سن التكليف، لا بد من أخذ الميثاق الثاني اللي هو هنا دليل وجوب المعرفة. لا، إذا مات قبل البلوغ مات على الميثاق الأول. طيب إذا جاء البلوغ لم ينفعه الإقرار بالميثاق الأول، بل لا بد من الإقرار بالتكليف الجديد بالميثاق الثاني. يبقى معنى كذا الفطرة، هنكمل وبعدين نقول الايه الاعتراض اللي هو سيأتي. اول شيء فهمنا التفسير القول الايه الرابع اللي يولد على اقراره اللي هو الميثاق الاول. فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عنه عن هذا الاقرار الى غيره، يعني لو ترك عمره ما حيفكر في الشرك أو النصرانية أو اليهودية أو حاجة تاني. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك بقوله بأن المولود يولد على محبة ما يلائم فطرته، زي الطفل
ايه اللي بيلائم الفطرة؟ الرضاع. يحب ايه؟ رضاع اللبن. حتى لو ترك على ذلك لظل يرضع الى اخر عمره. لازم حاجة تصرف عن ايه؟ لو ترك لابد من الفطرة. نعم. فاذا لم ينفضم يبدأ ايه؟ فالنفس كالطفل ان تهمله شدة على وان تفطمه يبقى معناها مش حينفضم من نفسه. لازم بايه؟ بفعل فاعل او بصرف ايه؟ صارف. ولذلك لما كانت الفطرة بهذا المعنى شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة في الحديث الإسراء باللبن. نعم. شو كده كما تنتج يعني هي لبن صافي لا يتغير عن وصفه لبنا خالصا سائغا للشاربين إلا بتدخل من التدخل. هل رأيتم اللبن كده يخرج بغير هذا اللون أو بغير هذا الصفاء؟ إذ هكذا حتى إيه يفسده إيه مفسد. إذا القول الرابع. القول الخامس الفطرة معناها إيه؟ معناها العلم. نعم. إيه معنى كل مولود يولد على العلم؟ يعني يولد على ما يصير إليه من شقاوة أو سعادة. وهذا القول معناه تأويل للفطرة بالعلم. يعني يولد على ما علم الله تعالى أن مصيره سيكون إليه سعيد أو شقي. وفي دليل على كده إنه المولود إذا تكون في بطن حديث إن أحدكم لو يجمع خلقه في بطن 40 ثم فيكتب فيه منهم إيه شقي أو سعيد. ده إيه قول يعني معناه يولد على إيه ما سيصير إليه بالنسبة لعلم الله تعالى يا إما كده يا إما كده. يبقى الفطرة معناها إيه؟ ما يصير عليه من شقاوة يعني معناها يرجع تأويل أو تفسير الفطرة إلى الإيه؟ إلى العلم. هذا هو القول الإيه؟ الخامس. القول السادس المراد بالفطرة الخلقة. يعني يولد كده سالما لا يعرف إيمانا ولا كفرا ولا حاجة. يولد زي ما أنت عاوز تشكله شكله. وده اللي قول حديث ما في رواية في مسلم أو يسلمان يعني وإن كان مسلمين فمسلم. واحد بيقول كده إذا كان الفطرة معناه إيه الخلقة. ورجح ابن عبد البر الإمام ابن عبد البر المالكي في التمهيد هذا الإيه المعنى أو هذا القول المراد بالفطرة الخلقة. قال لأنه يطابق التمثيل بالبهيمة. يعني لما مثل نبذل كما تنسج قال هذا المعنى يعني يولد سليم لا يعرف لا إيمان ولا كفر زي ما عاوز تخليه خليه زي ما عاوز تشكله شكله. مجوسي ينفع مسلم ينفع يهودي ينفع. لكن اللي اعترضوا على تفسير ابن عبد البر قالوا ايه؟ قال لو كان كذلك لم يقتصر في احوال التبديل على ملل الكفر كلها دون الاسلام. يعني رسول الله قال فابواه يعودانه او يعني ذكر الملل وما ذكرش الايه الاسلام لكنه ذكر الرد الاعتراض رد الاعتراض ده في الروايه الثانيه صح في الروايات المشهوره ليس فيها ذكر الاسلام يعني ذكر انه ممكن تخليه يهودي نصراني انما لم يذكر في الحديث او يمسلمانه. فقال لك لو كان زي ما بيقول ابن عبد البر يولد كده ينفع لاي حاجه امال ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه ممكن يتبدل من شيء الى شيء ما عدا الاسلام. يبقى اذا ما ينفعش التفسير ده. يبقى معناها كانه عاوز يؤيد القول الاول الفطره هي الايه؟ هي الاسلام. لكن جواب هذا الاعتراض انه في بعض الروايات وهي صحيحه في صحيح الامام مسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يعودانه او ينصرانه او يمجسانه في بقيه الروايات زياده عند مسلم وان كان مسلمين فمسلم. يعني معناها لم يقتصر ايه على الملل كلها دون الإسلام بل ذكر أيضا منها الإيه؟ الإسلام. آخر الأقوال أن الفطرة المراد بها مش فطرة الله أما الفطرة مين؟
فطرة أبويه، يعني على ما يفطره أبواه، يعني يفطروك زي كأنه بيع جنوه يخبزوه هم كده شكله يعني. هذا هو محصل الايه الأقوال. ومع ذلك نرجح القول الأول، لكن ليس بالمعنى الذي أراده ابن القيم، ولكن بمعنى الإسلام والإقرار اللي هو الميثاق الأول. ولكن هذا الميثاق اللي هو الإقرار لا يعلم الإنسان عنه شيئا، إنما اللي يعلم عنه اللي هو بعد التكليف، لأن التكليف مشترط بالإيه؟ بالعقل والتمييز. أما دون ذلك فلا عقل ولا إيه؟ ولا تمييز. لأنك لو سألت أي طفل عنده سنتين ثلاثة عن هذا الإقرار الذي أخذ الله أخذه الله تعالى على بني آدم، هل يعرف عنه شيئا؟ ده احنا بعد البلوغ مش عارفينه، لولا أن الله أخبرنا به ما كان عرفنا عنه يعني. ده مش هنقول يوم القيامة إن ده احنا هنا في الدنيا ما عارفينه، بس صدقنا أنه فعلا أخذ إيه في قبل إيه خلق إيه الأجساد. لكن مع ذلك، ولذلك ما هو السر في أنه اللي يموت دون البلوغ؟ وهذا ترجيح لما ذكره الإمام أحمد بن مسلم، لأنه مات على هذا الإقرار ولن يأتي عليه الإيه البلوغ حتى يطالب بإقرار ثاني. إذا كل من مات قبل البلوغ مات على الميثاق الأول، ولكن إن مات بعد البلوغ كافرا لا ينفعه الميثاق الأول، فلا بد من الإقرار بالميثاق الثاني. فالميثاق الأول نافع بس بشرط يكون قبل البلوغ، عدى البلوغ خلاص لازم يقر، لازم يقر ثاني. وهو السر في إن بنحكم لأطفال المشركين بالإسلام مش عشان إنهم هم مش مسلمين، ده هم مقرين فعلا. لكن لما جاء الإقرار الثاني ده ولم يقروا به يبقى اتلغى الايه؟ ايه فايدة الإقرار اذا كنت صح اعترفت بيني وبينك انك انت مسلم ومؤمن، او اعترفت ان لينا عليك دين وجيت قدام القاضي رحت انكرت، ايه حينفعنا انا بيه الإقرار اللي انت قلته لي ده اللي هو بيني وبينك ده لازم يكون، فلا ينفع ليه الإقرار. يبقى ممكن كده اللي اشتبه على بعض العلماء لما فسروا، وصحيح في الحديث البخاري تفسير الفطرة بالإسلام، ظنوا لم يفرقوا بين الإسلام بمعنى الانقياد اللي هو الإقرار ده، وبين الإسلام بالمعنى الاصطلاحي. ما هو المسلم؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد أركان. هل يعرفها المولود؟ لا. فكيف يوصف بأنه مسلم إذا كان لا يعرف لا شهاد لا الشهادتين ولا الصلاة ولا الصيام ولا الحج؟ فكيف أوصل بالإسلام من لم يعرف هذه الأركان؟ ده إذا كان يعرفها ولم يعملها، يعني لم يمارسها مش مسلم. فما بالك كم ما يعرفهاش؟ فليس المراد بالإسلام اللي هو بالمعنى الاصطلاحي اللي احنا فاهمينه ده، ولكن بالمعنى اللي هو الانقياد، يعني الكل لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ألست أقروا وخضعوا وانقادوا، اللي هو الإسلام اللي يولد عليه كل مولود. ومن اللي بيحصل بعد كده؟ فين راح الميثاق ده؟ قال لك ما هو الأبواه غيروا بدلوا خلونا ايه بعدنا عن الموضوع ده. يبقى كده ما فيش تعارض بين تفسير الفطرة بالإسلام وبين الأقوال الأخرى، إلا إذا أردنا بالإسلام اللي هو الأركان اللي يفعلها المسلم اللي الصلاة وكذا، هذا لا يقول به ايه إنسان. ولذلك اضطر ابن القيم يقول عن الفطرة المراد بها العلم بالدين، هذا تنافى مع قوله تعالى والله أخرجكم من بطون لا تعلمون، لم يقل لا علم ديني ولا دنيا وما لا يعرف شيء، قال لا تعلمون شيء. والتنكير هنا في سياق النفي يدل على إيه؟ يدل على العموم، يعني لا تعلمون أي شيء، لا إسلام ولا إيمان ولا غيره. ما المقصود بعالم الذر؟ المقصود إيه؟ عالم الذر. الذر قال هو عالم الأرواح، لأن الأرواح دي مش مخلوقة مع الأجساد، خلقت قبل وهي زي مثاقيل الذر صغيرة. فلما يأتي الملك لم يقل الحق تعالى فيخلق الروح، لأن الروح مخلوقة فينفخ، ينفخها يعني جيبها جاهزة، كل ما في الأمر حينفخها فين؟ في المولود، فيتحرك أحشاء.
عندما ينفخ الروح بعد ما يكمل 120 يوم. انما اذا كان في حياه قبل كده حياه ثانيه غير الحياه بتاعه الروح، انما الحياه اللي هي يتكون بها الجنين اللي بعد ما يكمل كام 4 شهور. ففي هذا العالم لو كان عالم ارواح هو اسمه عالم الذر. معلش ما وصلتوش ده، احنا ما قلنا الاول مش داخل في التكليف ده. اذا معناها كون مش داخل في التكليف يعني غير معذب، يعني نفع من نفعوش هو مش هيتعذب. نعم روحنا خلقت قبل اجسادنا بملايين السنين. ما فيش زمن محدد، ما نقدرش نقول بملايين، يعني كم مليون ده اقول لك مثلا خلقت بملايين، اقول لك 10 مليون ب 20 مليون. خلقت قبل بقى. خلقت قبل. انما القبليه هنا زمنيه ده سر، وسؤالك عن الروح اي ما يتعلق بالروح محدش هيجاوبك عنه. قل الروح من عام ربي وما اوتيتم من العلم، ده سر من اسرار يجيك من عالم الامر حتى يمشي من عالم الخلق. حتى بعض المشتبه عليه ده ازليه الروح، لكن لا هي مخلوقه، الاجماع على انها ايه مخلوقه، كونها تبقى او لا تفنى من السبعه زي ايه ثمانيه الحكم البقائي عن الله ما في حيز العالم عرش والكرسي ونار وجنة. ايوه في حاجه ثانيه، ايوه ده عجب الجنة. نعم يعني هو مخلوق، يعني حادث مش قديم، ولكنه ايه يبقى بإبقاء الله تعالى له. فالروح ليست ازليه والا حتشارك الحق سبحانه. مخلوقه لكنها مخلوقه مش مع الجسد قبله. نعم والله اذا ادوهولنا مثلهم انا عن نفسي لو ادوهولنا يخرج معهم احنا ناخذوه منهم بالقوه. المهم يدفن في مقابر المسلمين وهو ليس بكافر يعني. نعم. وحتى لو دفن عنده الملائكه حتنقل من عنده. ما تكلفش نفسي بالمساله. نعم عالم الارواح لانها كما سافيل الذر. واخذ بان اولا مما يجب معرفه وفيه قلت منتصف قوله مما يجب من تبعيضيه وما اسم الموصول اي بعض الذي يجب وهو صفه لاولى الواجب. يعني يقول لك واجزم مما يجب من هنا للتبعيض، يعني معناها هذا بعض ما يجب، يعني ده جزء وليس هو كل. مش عليك واجب واحد وخلاص، لا ده هذا بعض ما يجب واول ما يجب. وهو صفة لأولى الوافع اسم أن على المعنى الأول، وللمضاف إليه اسم التفضيل على الثاني، والأصل أن أول شيء مما يجب. نعم. وقوله معرفة خبر أن، وهي عند المناطقة والنحو. يبقى كده تقول واجزم بأن أولا مما يجب معرفة مش معرفة، لأن هي خبر إيه؟ خبر أن. أن اللي هي إيه؟ أخت إن. إن وأن، إن وأخواته، لا دي من إيه؟ أن من أخواته إيه؟ إن. مش هي إن، في إن وفي أن. وهي عند المناطقة والنحويين أخص من مطلق العلم، لأنها تطلق على إدراك الجسم. هي اللي هي أخص من مطلق المعرفة هنا. لأنها تطلق على إدراك الجزئيات والمسائل. والعلم يطلق على إدراك المركبات والكليات والجزئيات والبصائر. يعني معناها عاوز يقول لك بينهما عموم وخصوص. لا. يعني يبقى مين الأعم؟ فكل علم معرفة. أيوة تمام كده، كل علم معرفة وليست كل معرفة علما. نعم. ولذلك المعرفة دي غير الإيه؟ العلم. يقال إن الله تعالى عالم ولا يقال عارف، لأن المعرفة تستدعي سبق جهل. نعم. أما العلم لا. الله. يعني قلت انا عرفت الشيء معناه سبقت هذه المعرفه بجهل. نعم. وده قال مما يجب معرفه، انه قبل كده كان جاهل ولا كان جاهل، بدليل قوله تعالى لا تعلمون شيئا. نعم. يبقى كل عالم عارف وليس كل عالم عارف، بس بالمعنى المنطقي مش بالمعنى الصوفي. اللي بالمعنى الصوفي طبعا اعلى طبعا، عارف اعلى. وأما عند أهل السنة فهما مترادفان، ولكن لا يقال في الله عارف لإيهانها سبق الجهل
ولأن أسماءه توقيفية. يعني لماذا لا يقال في الله عارف؟ يقال بس ليس على أنها اسم صفة، لكن على أنها صفة، لأنه هناك شروط ثلاثة: أن تكون المادة وردت، يعني ورد في السنة هذه المادة، من تعرف على الله يعرف الله في الرخاء يعرف الشدة، وفي حديث كان من تعرف على الله في الرخاء عرفه إيه أو يعرف الله في يعرفه، يعني هنا إيه أطلق عليه إذا تكون وردت المادة. الثاني ألا توهم نقصا. الثالث أن يكون من قبيل الصفات. لأن لا يقال على الله عارف يعني ليس اسما، إنما يوصف بها، ولكنه إيه ها ليس اسما، يعني ممكن تصفه يا رب أنت تعرف حالي أو أنت عارف، بتوصف كده لكنك لا تسميه. نعم، ما تجيبش مثلا إيه ولا تسمي عبد العارف، يجعلته اسما من أسماء ليه لإيهامها سبق الجهد، ولأن أسماءه تعالى على المختار، واختير أن أسماءه توقفية كذا صفاته فاحفظ السمعية المختار، لكن في قول بأن الأسماء مش توقفية. والمراد بمعرفة الله معرفة صفاته لا معرفة حقيقة ذاته. إذا الآن عرفنا أن المعرفة ما فيش خلاف بين المسلمين في وجوبها، إنما هنا وفيه خلف يرجع إلى الأولية وليس إلى الإيه إلى الوجوب، يعني إيه الأول هو المعرفة ولا إلى كما سأل. وعرفنا كذلك الخلاف اللي حيدور بين العلماء، لأن المراد بمعرفة الله، لأن عرفنا أنه أول واجب هو المعرفة. ما هي المعرفة؟ إيه المراد بالمعرفة؟ ها؟ والمراد بمعرفة الله معرفة صفاته لا معرفة حقيقة ذاته، لأنها ليست من الواجبات فضلا عن كونها من أولها، بل لا تعرف لأحد. يبقى إذا المراد بالمعرفة أن تعرف إيه ما يجب، يعني حكيت حنحددها، تعرف الواجب والجائز والمستحيل في حقه تعالى، تعرف أنه تعالى موصوف كده على الإجمال بكل كمال، ومنزه عن كل إيه نقص، وعلى التفصيل الصفات اللي يفصل فيها الإيه الشرع، هذا هو الإيه المطلوب إثباته. وليس المراد بمعرفة الله معرفة حقيقة الإيه؟ الذات، ولا حقيقة الصفات، لأن الله تعالى كما لا يحاط علما بذاته كذلك لا يحاط علما بصفاته. هذا هو إيه؟ ليس المراد بالمعرفة معرفة حقيقة الذات ولا معرفة حقيقة الصفات، وإنما المراد القدر الواجب معرفته، ومعرفة الواجب والجائز والمستحيل في حقه. طب لماذا ليس المراد بالمعرفة معرفة الكن أو الحقيقة؟ لأن إيه؟ أولا لأن هذا فوق عقولنا، وثانيا لأننا لم نكلف بذلك، يعني ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، لم نكلف، لا طاقة لنا بهذا الشيء. يعني لما سأل فرعون سيدنا موسى بيقول قال فرعون وما ربه، وخد بالك السؤال من سؤال خبث وذهاء ومكر، ما قال من رب العالمين، قل من رب، قل الله، سهل الإجابة سهلة جدا، من ربكم الله، من إنما يقول ما، بيسأل بها عن الماهية، يعني عن الكن، يعني عاوز يقول له إلهك ده إيه نوع، يعني خشب حديد إيه ما حقيقة هذا الإله؟ عجل مثلا، خشب منحوت، معدن نحاس، ذهب، إيه حقيقته إيه؟ الجفرون سأل عن الماء وما يسأل به عن الماهية والحقيقة، ولكن موسى عليه السلام يعجز عن الإجابة. هذا الباب زي ما يقولوا العلماء مغلق، يعني ما عرف الله تعالى على الكون ولا على الحقيقة إلا الله، يعني مغلق حتى على الأنبياء والمرسلين والمقربين، حد شرط ولا يحيطون به علما. وليس المراد مع هذه المعرفة أن إيه إلا إذا كانت في حاجة كذا بقدر ما موضوع ثاني، إنما هذا إيه مستحيل، يعني فوق عقولنا، ولم يكلفنا الله تعالى بذلك. ولما كان السؤال من فرعون عن الماهية
لم يستطع موسى أن يجيب إلا بإيه؟ بالصفات. ولا بالصفات، ده بالأفعال التي تدل على الصفات، والصفات التي تدل على الذات. قال فرعون وما رب العالمين، شوف الإجابة، قال رب السماوات. عارف لم يقل له رب العالمين، ما عرفه بصفاته، لم يقل له العظيم القادر الحكيم العليم المريد، لا، قال له رب السماوات، يعني هو الذي له ربوبية وله خلق هذه الآثار التي تراها إن كنتم موقنين. بعدين السؤال لما تكرر ثاني، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، ذكر إيه؟ الآثار، لأن الآثار تدل على أن الإله موصوف بصفات الكمال، والصفات لا تقوم بنفسها فتدل على الإيه؟ على الذات. يعني آثاره دلت على صفاته، وصفاته دلت على ذاته. إنما لما قال فمن ربكما يا موسى، ما ذكرش الآثار، هنا ذكر الإيه؟ الهداية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ هذا يلا برضو بالأفعال برضو، نعم، بس الهداية، الهداية الخاصة دك العموم. بل لا تعرف لأحد السماوات والأرض، إنما هنا الخلق ثم هدى، يعني اللي هدانا احنا وضلك انت. بل لا تعرف لأحد ولو ارتفعت درجته وإن أمكنت معرفتها عقلا كذا قيل. يعني هو المعرفة دي اللي تكلمنا عليها، اللي الكون لا تعرف لأحد مهما كان، ولو كان إيه مرفوع الدرجة، وإن أمكنت معرفتها عقلا، يعني لو ربك سبحانه وتعالى أعطاك القدرة لكان ذلك على أن تدرك الذات، لكان ذلك ممكنا لا مستحيلا، والأصح عدم الجواز، يعني هي تجوز عقلا ممكن، مش ممتنع عقلا، لكن ممتنع إيه؟ ها؟ شرعا وليست عقلا. يعني العقل يعني في العقل، هل هذا إن معرفة كنها أو حقيقة الذات الإلهية، هل هذا يقول العقل أنه مستحيل؟ لا، لا يقول العقل باستحالته، فتفرق بين أمرين، بين ما يقطع العقل بأنه مستحيل، وبين ما تعجز قدرة أو قوة العقل عن إدراكه، هذا هو المراد. ولذلك قال سيدنا أبو بكر الصديق العجز عن الإدراك إدراك، يعني العقل يقول لك أنا هذا فوق طاقتي، حاجة فوق طاقتي، يعني زي ما أنت تكلف نملة بحمل حجر، طبعا العقل يقول لك ممكن، لكن هو إيه؟ المستحيل عادي، يعني هو معناها في العادة النملة لا تستطيع. فكذلك زي مثلا لنا بصر، وهذا البصر نرى به الأشياء، ولكنه يعجز عن رؤية الأشياء البعيدة، لماذا؟ لأن هذا فوق طاقته، يعني مثلا اللي في ميدان سيدنا الحسين، أنا لا أراه من هنا، ليه؟ في حائل، في حجاب، حفر أزيلة الحجر دي والحوائط، مش هنشوفه، مش هشوف ورد، ليه؟ لأنه بعيد، يعني زي كأنه فيه حد معين للرؤية والسمع، يعني مثل واحد يتكلم جنب هنا أسمع، وفض راح بعيد مثلا في الصحن ويتكلم في التليفون، ده هو بيتكلم جنب في التليفون ولا يتكلم هناك، فلماذا لا أسمعه؟ لأنه السمع ليه إيه؟ له محدودية. فكذلك لا تنسى العقل له حدود، فما وراء ذلك يعجز العقل، لكن مش معنى كده أنه يقول ده مستحيل، لا. فرقت من الاثنين دول، بين ما يقول العقل ده ممتنع، ممتنع ده خلاص، وبين ما يقول العقل انه ممكن ولكن انا اعجز عنه كده. وحديك مثال، وهو ايه اللي قاله سيدنا الشيخ الدبار في كتاب الادين عبد العزيز، قال إن الله تعالى لم يتعبدنا بما تحيله العقول، لأنه ده حيؤدي إلى انقلاب الحقائق،
وإنما بما تعجز العقول عن إدراك. يبقى العقل يعجز، كونه عاجز يعني معناه يقر ده ممكن بس أنا ما أقدرش عليه. إنما لما يقول ده مش ممكن يبقى خلاص اتقفل ذلك. فهناك فرق بين المستحيل وبين الإيه؟ ما هو فوق العقل. النصارى للأسف لم يفرقوا بين هذا، بل جعلوا اللي هو مستحيل جعلوه يعني جعلوا الاثنين واحد، بدليل مثلا عندهم أشياء العقل يقطع باستحالتها ومع ذلك يقول لك إيه؟ قضايا الإيمان دي فوق العقل. ما أنتم مسلمين ما تقولوا إن الله لا يحاطب لا يحيطون به، ما إحنا نقول كده. خلي موضوع التسليس ده مما لا نحيط به علما. إذا نقول لهم لا هناك فرق، ده مستحيل، العقل يرفض من البداية يده مريده كده. إنما الثاني يقول لك لا يعجز، أنا عاجز عن إدراك لأنه أعلى مني. إنما الثاني فيما من البداية قال ده ما ينفعش، لما يقولش بيه غير أبلغ أو يعني أكمل. نعم. يعني من أول سخر العقل من هذا القول، بخلاف الثاني وقف يعني في حيرة وفي خضوع. هذا الفرق بين الاستحالة وبين عجز الطاقة. زي مثلا يقول لك والله أنا ما قدرتش أشوف اللي أنا قلت، لو جبنا كبرنا وعجزا فنشوفه. انما المستحيل الثاني الممنوع، لو جبت ايه حتى مش هشوفه ابدا، ده انا الشافي ده اصلا، ده مش يعني بخلاف الثاني الشاب بس عاوز امكانات. فربنا لو ادالك الامكانات والقدره انك تصمد، بدليل لما سيدنا موسى طلب الرؤيه لم ترى، ما قالوش ان رؤيته مستحيله او لم يقل له انا ارى، او ده نوع من التعرف على الذات. قال فايه ولكن ايه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني معناها قال العلماء هذا دليل على إمكان أو على جواز الرؤية، لأنه علقها على أمر ممكن، وما علق على الممكن فهو ممكن. لكن لو علقها على مستحيل، ما علقها على الأمر ممكن، فمعناها يمكن في العقل إنه إيه يرى أو الذاء أو يعني نعرف حقيقة عقلا. لكن تعالى فين العقل اللي عنده قوة وعنده إذا كان العقل، كان الشيخ بدران اللي راح أصول الدين كان يقول العقل ده اللي هو أذكى، كان يقول أذكى الأذكياء العقل ده، لو قلنا له عدد الشعرات اللي في راسك اللي أنت بتفكر بها مش عارفة ولا يستطيع عدها. ليه؟ هي ما تتعدش؟ تتعد. هم ليه ما يقدرش؟ لأنه طاقته تعجز، عاوز حد يكبر الشعرات ويفصلها من بعض، والشعرات اللافه من تحت عملتها ايه واللي طالعه من، واحيانا تيجي شعر لازقه فيك من واحد ثاني دي تبعك ولا مش تبعك، فانت لا تستطيع عد الشعرات. الحمد لله لو كنت اقرا ريعك ربنا من المساله. يعني هي شعرات أفضل جابوا لك كف رمي كده ذرات الرمال، ما تعرفش تعدها بدقتها، لكنها ممكن تعد ولا مش ممكن؟ ممكن. يبقى كوني أنا ما أعرفش عدها ليس لأنها لا تعد، ولكن لأن قدرته وإمكانياته محدودة. محدودة. وإن أمكنت معرفتها عقلا كذا قيل، والأصح أنها لا تجوز عقلا كما لا تجوز شرعا كما في شرح الكبرى عن الإمام الغزالي، فإن الحادث يقصر بالطبع عن عظيم هذا المقام. في قول ثاني أن الرؤيا يعني مستحيلة، يعني غير جائزة عقلا معرفة الكون. طب أثبت الرؤيا؟ لا لا أثبت الرؤية لم يثبت الإدراك، لا تدركه الأبصار، إنما الرؤية من غير إدراك، لأن الإدراك يلزم منه الإحاطة ومعرفة الكون. قال الشريف المقدسي في مفاتيح الكنوز: ظننت جهلا بأن الله تدركه كواكب الفكر أو تدريب إيقانا. هذا بيستدل على يقول لك هو يعني حادث، والتوحيد كده تعريف بالإفراد القديم من الايه؟ من الحدث. من الحدث، الإفراد القديم عن من الحادث، يعني تميز هذا عن ذا. فلا يمكن للحادث يدرك القديم. وإلا حيدخل في جملة الايه؟ الحوادث. يقول ظننت هو محدود، فكيف يدرك المحدود من ليس بمحدود؟ عاوز يقول لك كده.
فجاب الأبيات دي بتاعة مين؟ الشريف المقدسي. ظننت جهلا، اقرأ أول إيه؟ عاوزين ده أبيات جميلة، أبيات جميلة حلوة. يا أيها المدعي لله عرفانا، وقد تفوه بالتوحيد إعلانا، وتطلب الحق بالعقل الضعيف وبالقياس والرأي تحقيقا وتبيانا، ظننت جهلا بأن الله تدركه توافل الفكر أو تدريه إيقانا، أو العقول أحاطه شو بيتكلم في الإحاطة وفي الإدراك اللي بالك، بمعنى هذا لا يعارض ما قال به أهل السنة من ثبوت الرؤية، إنه ما فيهاش إحاطة وما فيهاش إدراك، نوع من الكشف أو خلق نوع من أو العقول أحاطته بديهتها، أو هل أقامت به لولاه برهانا. الله يعني مثلا البرهان يعني اللي انت جبته بعقلك ده مسكين، لولا أن الله تعالى وهبك هذا العقل فأقمت به البرهان، مع أن البرهان الذي أقمته هو الذي خلق لك العقل الذي بواسطته كان هذا البرهان، وهو الذي خلق البرهان. الله أعظم قدرا أن يحيط به علم وعقل ورأي جل سلطانه، هذا اعتقادي، فإن قصرت في عملي فأسأل الله توفيقا وغفرانا. وهذه الأبيات شبيهة بالأبيات بتاعت لا الثانية اللي هي اللي فيها كل من يفهم عني كل من يفهم عني ما أقول. هذه شبيهة بها تماما، وكلهم بيغتركوا من بحر واحد. نعم، ما المقصود بالإدراك؟ الإدراك الإحاطة، يعني مثلا شوف كده، أنت تراني وتدركني، بمعنى عارف حدودي أول فين وآخر فين، إنما أنت ترى السماء مش كده، لكن هل تحيط بها أو تشوف البحر؟ لو أنت شفت أول البحر وآخر البحر وعرض البحر وشفت البحر كده كاملا وكده إيه، أنت مدرك، إنما أنت شايف البحر لكن شايف في الحقيقة إيه، ما كشف لك من البحر، فهذه رؤية وليست إدراك. ومثالها كما أننا نرى السماء ولكن لا نحيط بجوانبها، فهذا يسمى رؤية، إنما الإحاطة بالجوانب والحدود والمسافات يسمى إدراك. فالمنفي عن الله تعالى هو الإدراك وليس هو الرؤية، فلا تدركه الأبصار ولكنها تراه من غير إحاطة. مولانا حضرتك، القمر الصناعي ممكن يجيب لي البحر، يقف افرد البحر كده على ورقه، ده كده حضرتك اسمه ادراك، ولا قصدي حضرتك الحقيقه بقى ان انا بقى في البحر كده بشوف الصوره؟ ادركت ورقه، وهم في الورقه، وهم يعني ده ما اسمهش ادراك. استنى، هل يمكن القمر الصناعي يجيب لك البحر كله كده؟ فين الورقه اللي حطها في البحر؟ لا، هيجيبوا لي مقياس رسم. ده ادراك ايه ده؟ ما اسمهش ده ما اسمهش ادراك، ده مش حقيقه، ده اسمه وهم. لو جبت لك الازهر رسمته لك على الورقه، يعني لو جيت حصل لي على ورقه حديد نص بره، ما كيف انا بصلي في المسجد وفاضي؟ ده اسمه الرسم، ده تخيل، ده تخيل. وانت اللي ما حبوا لك صورتك في جواز السفر، حبوك انت؟ لا. وفي الحديث ان الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الابصار، وان الملأ الاعلى يطلبونه كما تطلبونه. ان الله احتجب عن البصائر، يعني معناها عاوز يقول لك مش الرؤيه دي اللي هي محجوبه او الاحاطه ليست هي الرؤيه البصريه، ولكن ايضا الرؤيه القلبيه عشان ما تتوهمش. احتجب عن الابصار، احتجب عن البصائر كما احتجب عن الابصار، وان الملأ الاعلى يطلبونه كما تطلبونه. مرة أنا قرأت في تفسير الزمخشري عبارة: لو لم تكن للزمخشري تكفيه، يعني رغم أنه معتدل وكذا، لكن في الموضوع ده في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فقال ما سر أو ما لماذا ذكر هذا القيد أنه ويؤمنون به؟ وهل يتصور أنه حملة العرش فيهم غير مؤمن؟ طالما بيسبح بحمد الله، لا شك قطعا انهم من اهل الايمان، فلماذا ذكر هذا القيد؟ قال كده ليفيد ان الله تعالى بالنسبه لهم محتجب، وانه غيب كما هو بالنسبه لنا، فليس معنى انهم حملوا العرش على انهم يعاينون او يشاهدون الله، فهم يطلبونه ويدعونه كما نفعل نحن. الله، فشوف الايه اللي قالها، رابط بين ده، ولذلك اشترط ورقة المقسمة يا مولانا.
لا واشترك حاجة تانية اشترك قال كده الدليل الثاني ويؤمنون به وإيه ويستغفرون للذين آمنوا ما مشابهين لهم في الإيمان فبيستغفر لنا زي ما احنا تقول احنا زي ما انتم ضعفاء احنا زيكم برضه زي ما انتم يعني بالنسبة ليكم غيب ومش عارفين متولهين ومتحير نفس الموضوع اللي عندنا عندكم فقال بعض العلماء العارفين من أهل البصيرة لو لم تكن للزمخشري إلا هذه لكفته الميزة له بل إن الله لهم غيب بالنسبة لنا وإن الحديث وإن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه فدي تنفي التجسيم قطعا أول ما راح ذهنك راح على التجسيم والله ما تخيلت الموضوع ده بس انت ربنا مشاغلك بالقضية وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فانه لا تحيط به الفكرة لماذا امتنع ان نتفكر يعني من بعض اولى كنا بنتفكر في خلق سليم لماذا لا نتفكر في الخالق يجوز ان نتفكر في الائه في عظمته في لكن في ذاته لا ليه لأنه تعالى لا تحيط به الفكرة أنا عاوز يقول لك إذا تفكرت فيما لا يمكن أن تتفكر فيه فتهلك نفسك حتضيع نفسك ولا تفكروا في ذات الله في حديث صحيح فتهلكوا يعني هلاك يعني حتقتحم إيه مفاوز فعشان كده رحمة بيه قال لك فكر في الحاجات اللي أنت ينفع تفكر فيها أو اللي تخليك إيمانك يزيد تفكر ان يتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا تفكر في نعم الله فيما امر الله به وسئل سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بما عرفت ربك قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي يعني عاوز يقول له هو اللي عرفني يعني انا مهما كنت حاعرف مش حوصل بس هو لما أراد أن يعرفني عرفني لأنك لا تصل إليه تعالى إلا به فقيل له هل يتأتى للبشر أن يدركه فقال العجز عن الإدراك إدراك وسئل سيدنا علي أبي طالب زي أن تشبه نفسك بالنملة أو مثلا نملة وجبل أو نملة وفيل النملة كده لما تشوف كده الخرطوم ده بتاع الفيل ما هي بحدود بصرها الضعيف جدا ده ما شايفاش حاجة شايفة انه البتاع الفيل ده هي كل الفيل انما لو لففوها على الفيل كله ما يمكن حتحب ما هو كل ما تشوف حاجة مش هتستطيع تشوف اللي وراها فكأنه الفيل بالنسبة لها ده جبل لان هي مقدار ما تستطيع ان تدركه من الفيل شيء معين باقيتها متمزيدش عن كده فإذا ظننت أنه ممكن للنملة تدرك الفيل ده مخلوق وده مخلوق فكيف يمكن لمخلوق ذرة طين بالي فاني حادث إلى آخره كيف يدرك الخالق العظيم سبحانه وتعالى فلو حاولت تعمل كده حتتجن رسمي وسئل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بما عرفت ربك قال عرفته بما عرفني به نفسه لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس قريب في بعده بعيد في قربه سبحان الله هو بعيد يعني المنال ولكنه قريب وهو قريب لكنه بعيد كده الجمع فوق كل شيء ولا يقال تحته شيء وأمام كل شيء ولا يقال أمامه شيء وهو في كل شيء لا كشيء في شيء فسبحان من هو كذا ولا يقال هكذا أحد سواه يعني هو سبحانه وتعالى أحد فرد صمد وفي الحديث إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور هدي ومن أخطأه ذلك النور ضل أي فمعرفة العبد ربه نور من الله يقذفه في قلبه الحديث دي مخرجة وصحيحة أخرجه ابن حبان في صحيح والحاكم وأحمد وغيرهم إسناده صحيح
وصحح الحاكم وأقر الذهب الحاكم وأخرجه. ده مش أحاديث كده جايبينها كده لا. لا هذه الأشياء جعل الله دليلا مش هو متحد بالأشياء. مش بيحد مثلا سبحانه وتعالى. أيضا معرفة العبد ربه نور من الله يكذبه في قلبه. يعني هو اللي أضاء لك هذا القلب المظلم فجعلك إيه تتعرف عليه. إذا كان هو الذي عرفك عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. أمال الآثار والنظر والحاجات الجديدة تعبد أمرنا بالنظر والامتثال مأمورين بها. إنما لولا كده مش عارف. الأدلة موجودة والبراهين موجودة. ليه الناس ما اهتدوش وإحنا اللي اهتدينا؟ لأنه هو اللي هداه. نعم. فيدرك بذلك أسرار ملكه ويشاهد غيب ملكوته ويلاحظ صفاته. وهذا معنى قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض أي منورهما. يعني هو سبحانه وتعالى منورهما. هي مش هو النور ولا حاجة مخلوق. هو كده ربنا جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هي معنى نور السماوات والأرض يعني هو منورهما أو هو مظهرهما من الإيه من العدم إلى الوجود. خلاص كده؟ ومنور قلوب المؤمنين فيهما. وسمى الحق ذاته نورا لأن النور هو الضياء المظهر الأشياء. فإذا سمى ما يظهر غيره بالإضافة إلى الإدراك نورا فلأن يسمي من يظهر الأشياء من العدم إلى الوجود بالإيجاد أولى. نعم يعني هنا بهينا مجاز مش حقيقي. يعني إذا كان ربنا بيسمي يعني أنت مثلا المصابيح دي نور لنا فهي اللي بتظهر لنا الأشياء. أنا شايفك لو طفت الأنوار دي مش هشوفك. فإلا أظهر الوجوه دي وأظهر الأماكن خلنا نشوف بعض النور ده. فسمي هذا النور لأنه تظهر به الأشياء. فما بالك باللي أظهر الوجود كله فهو الأولى بهذه التسمية. فذكر الله نور السماوات والأرض. بل هو نور النور. أي نور النور يعني هو خالق النور. هو الذي نور هذا النور أو جعله نورا. لأنه مظهر لكل نور. مثل نوره أي نور الله في قلب المؤمن كمشكات. والمشكات قوة. زي ما شبه واحد قالوا فلان ده في الكرم زي عدي بن حاتم وفي السخاء زي مش عارف مين وفي الوفاء زي مين. فبعض الشعراء قال مين دول شوية الأقدام اللي انتم بتشبهوا بهم الخليفة. ايه حاتم ويا فلان وفلان. يعني عاوز يعني ايه استنكر انه الخليفة يشبه بالايه بجماعة البدر والأعراب دول اللي هم مضروب بهم المثل في السخاء والكرم. فقام واحد من الشعراء قال لا تنكروا يعني ضرب من دونه في البأس والإقدام كده مثلا. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. كان مثل نوره كمشكات. يعني ربنا يعني حاجة جابها أقل حال المشكات والذات اللي هو تشبه عشان تقريب المعنى. فالخليفة دار جائزة كبيرة. شوف جاب الشعراء دول مش حاجة تجيب عرف يجيب قال ما تنكرش علي ما نعرف من دول ولا حاجة. لكن عمل ايه ربنا سبحانه وتعالى ضرب الأقل لنوره مثلا. يعني ضرب حاجة أقل عشان نفهم ده. حدثنا وصلنا من نور أن أراه لا لسه دي موضوع ثاني لما يجي في الرؤية ده. والمشكات قوة غير نافذة. فشبه صدره بالمشكات وشبه قلبه في صدره بالقنديل في المشكات. وشبه معرفته بالمصباح في القنديل. وشبه القنديل الذي هو قلبه بالكوكب الدري المضيء. وشبه إمداده بالمعرفة بالزيت الصافي الذي يمد السراج في الاشتعال. وقد أطلق سيد الصوفية الجنيد رحمه الله تعالى القول بأنه لا يعرف الله إلا الله. يعني هذا القول عن سيدنا الإمام الجنيد لا يعرف الله إلا الله. وده طبعا سيد الطائفة. معنى هذا يعني في بعض الصوفية بيدعوا
انه ممكن في قول نقل عن الصوفية، لكن لما يجي سيدهم ويقول كده خلاص. وقال العارفون رضي الله عنهم سبحانه، بس مش معنى كده انه الجنيد هو اكمل واحد في الصوفية، او هو قد يكون هناك من له مرتبة اعلى، وكل واحد يتحدث بقدر ايه ما يعلم. والله تعالى يقول فوق كل ذي علم عليم. والله تعالى هناك ابواب اذا غابوا لم يفتقدوا، واذا خطروا لم يعرفوا. بيدي أما كده تفسيرا بيدي أنا المالك الشهر أقلب الليل والنهار، مين اللي أوجد الدهر؟ صحرين مؤمن نفس العالم نفس العالم لا يقع على الأيام يا الله. اللي عرف الكلام ده له والله، فالسب حيقع على الله. الله شو من